نجدد التحية وننتقل إلى شأن سوريا، حيث أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن دعمها لبقاء القوات الروسية وقوات التحالف الدولي في سوريا لمواصلة دعم جهود مكافحة الإرهاب وصد العدوان التركي. وأشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مدلوم عبدي في كلمة خلال ملتقى العشائر أن انتشار قوات التحالف الدولي في شمال سوريا وكذلك تواجد القوات الروسية في المناطق الأخرى كان له دور إيجابي في دحر الإرهاب، مؤكدا أن بقاءهما ما زال مطلوبا في ظل الاحتلال التركي لمناطق عفرين وإدلب وجرابلس. وللمزيد من التفاصيل وتعليق عن هذا الخبر ينضم إلينا من طرطوس الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية. دكتور سومر، نرحب بحضرتك على إكسترا نيوز وكل عام وأنت بخير. ما رأيك في هذا التصريح الذي أدلت به قوات قصد عن يعني بقاء القوات الأمريكية والقوات الروسية لدحر الإرهاب في سوريا؟ اولا علينا ان نوضح مجموعه من التفاصيل الخاصه بهذا الاجتماع. هو كان مخطط له ان يكون مؤتمر في المنطقه الشرقيه في سوريا، نظرا لعدم مشاركه الكثير من القبائل والعشائر العربيه، تم تخطيطه الى ملتقى للعشائر العربيه، وفي ذات التوقيت عقد ملتقى اخر للعشائر العربيه لمنطقه اخرى دعما للدوله السوريه. ما يفهم من هذه الخطوه وهي اتت بطلب امريكي وبتخطيط امريكي وبتنفيذ امريكي على ان هنالك محاوله لايجاد شبه دوله في تلك المنطقه هي كيان، قد يكون فيدرالي او غير ذلك، نظرا لان هنالك شيئا جديدا يخطط له الامريكي في منطقه الجزيره سوريا. كلنا يتذكر منذ يومين ان هنالك تصريحات خطيره صدرت عن نائب الرئيس التركي عندما التقى ذات القبائل والعشائر العربيه الخاص من منطقه دير الزور وقال اكتاج نائب الرئيس التركي، وكان هنالك محاوله لان يكون هنالك تفاهم امريكي تركي مع هذه القوات وهذه الميليشيات لما تقصد ان يكون هنالك منطقه امنه ولدعم الاستراتيجيه الامريكيه الجديده فيها. اذا ما حصل من منطقه، هذه النقطه الاولى التي علينا ان نوضحها، انها هي ضمن الاستراتيجيه الامريكيه لايجاد شبه دوله، وهو ما حذرت عنه القياده الروسيه منذ يومين. اذا اليوم هنالك مسعى امريكي جديد للبقاء في تلك المنطقه، ترسيخ قواعد عسكريه في تلك المنطقه، ولكن مع اظهار ان هذه المنطقه وان قوات سوريا الديمقراطيه اغلبيتها عربيه وليست كرديه لمراعاه الحساسيه التركيه من هذه النقطه. اذا من هذا المبدا حاولت الولايات المتحده الامريكيه عقد مؤتمر للقبائل والعشائر العربيه في قوات قسد وهي قوات كرديه بطبيعه الحال شبه انتصاريه في تلك المنطقه. اذا هذا هو المسعى الامريكي القادم من الايام. اصبح واضحا ان هنالك صفقه كامله في العلاقات التركيه الامريكيه في منطقه الجزيره السوريه. يعني البارحه كان هنالك حديث لأوكلو ان المنطقه الامنه تقريبا قد تم الاتفاق عليها بين التركي وبين الامريكي، وتحدث ايضا قائد قوات قسد عن هذه النقطه وان هنالك استعداد للمفاوضات عن طريق طرف ثالث وهو الولايات المتحده الامريكيه مع تركيا. هذا يشير جمله وتفصيلا الى ان هنالك مسعى امريكيا لاقامه منطقه امنه تكون بتوافق او ضمانه امريكيه في تلك المنطقه. كان هنالك سابقا جهود امريكيه لان يكون الناتو بهذا المعنى هو ضامن لهذه المنطقه الامنه، وهذا الموضوع سيهدد العلاقات الامريكيه الروسيه. وقد راينا مباشره ان هنالك اتصال منذ ساعه ونصف بين ترامب وبين بوتين، لان هذه المصاعي الامريكيه والخطط الامريكيه الجديده ستقوض جهود حل الازمه السوريه سواء في اسيتانا او سواء في جنيف، وهو ما قال عنه وزاره الخارجيه الروسيه. اذا ان هنالك محاولة أمريكية أولا لإفتعال إقليم انفصالي في تلك المنطقة. النقطة الثانية، هنالك محاولة تركية لإشعال جبهتي دير الزور والبوكمال، وكلها تلتقي ضمن الاستراتيجية الأمريكية. لذلك تعقل المشهد كثيرا في تلك المنطقة في منطقة الجزيرة السورية مما حدا بالجيش العربي السوري والقوات العراقية إلى فتح جبهة على الحدود السورية العراقية، لأن هنالك سيناريو واضح بأن تركيا بعد اجتماعها مع العشائر العربية تريد أن تكون هذه العشائر العربية لها القوة الكبرى في منطقة الجزيرة السورية على حساب المكون الكردي، والولايات المتحدة الأمريكية ترغب بذلك وتراعي المصالح التركية. لذلك هذا المؤتمر هو مؤتمر خطير، مؤتمر يهدد وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا يستدعي موقفا ليس فقط من الدول المحيطة بسوريا بل من المنطقة برمتها، لأن هكذا السيناريو تتكرر في أكثر. نعم دكتور سومر، كيف يمكن لتركيا أن تكون جزءا من الحل بمشاركتها في عدد من المباحثات والاجتماعات التي الساعية لحل الأزمة السورية كما يحدث في أستانا وغيرها من هذه الاجتماعات، وهي تحتل أماكن في الشمال السوري، تحتل عفرين وإدلب وجرابلس، وربما أيضا تقيم حاليا سور يعني بعمق 70 كيلو متر في بالداخل السوري وعلى الحدود السورية التركية؟ نعم هذا سؤال مشروع وسؤال مهم. نعم تركيا طرف احتلاله
وكما قال دكتور بشار الجعفري لعله اكثر من العدو الصهيوني لانها تحتل مساحات اكبر مما يحتله العدو الصهيوني، وترسل كامل القوى الدعم براجمات الصواريخ والصواريخ المحموله على الكتف الى تنظيم جبهه النصره. نعم الطرف التركي هو طرف احتلالي، طرف داعم لكل المجموعات الارهابيه المسلحه، ولكن فلنتكلم ايضا في العلاقات الدوليه وتوازن المصالح الدوليه. ايران وروسيا ارادت انشاء سياق استدامه كمناطق لتخفيف التصعيد كمقدمه لارساء استقرار، ومن ثم تحدثت روسيا عن الخطوه الثانيه وهي ايجاد مجموعه عمل دوليه لاخراج كل القوات الاجنبيه التي دخلت بغير طلب من الدوله السوريه خارج بعد انتهاء الازمه السوريه. اذا في استراتيجيه استدامه التي قامت على توافق روسي ايراني هو اخراج كل القوات الاجنبيه لما فيها تركيا، ولكن هذا الامر بدا يصطدم بالمصالح التركيه، لذلك راينا وضوحا تعطل سياق استدامه لان التركي وطرف احتلالي لا يريد الانسحاب من سوريا. وقد تحدث ابراهيم صالين المتحدث باسم نظام رئاسه اردوغان او نظام اردوغان وقال صراحه لقد تشكلت منطقه امنه على الحدود الشماليه، وهذا الامر يشير الى خباثه والى بوايا الاحتلاليه التركيه، لذلك نحن نعتقد ان على روسيا الضغط والضغط كثيرا على تركيا في سياق اتيتانا، والا سيتحول سياق اتيتانا الى محاوله لشرعنه السياسات العدوانيه الاحتلاليه التركيه، ولكن بطبيعه الحال موقف الدوله السوريه واضح. سيتم تحرير كل شبر من اراضي الجمهوريه العربيه السوريه سواء من المجموعات الارهابيه او من داعميها الاساسيين والمقصود امريكا واسرائيل وتركيا. اذا نحن بسوريا لا يصم النظر الى تركيا على انها جزء من عمليه تسويه، لا، ينظر على انها طرف داعم للمجموعات الارهابيه المسلحه، وبالتالي هي مسؤوليه روسيا وايران بدرجه اساسيه، والا اعتقد ان سياق اتيتانا كما هو معطل سيستمر في تعطيله وسيلحق بجنيف بسياق جنيف ايضا المعطل بطبيعه الحال. نعم، أخيرا دكتور سومر، تتعدد المنصات المختلفة لحل الأزمة السورية سواء في أستانا أو في جنيف. في الأمس القريب كان هناك اجتماع في أستانا، وربما في الغد القريب أيضا سيكون هناك اجتماع في جنيف. برغم اختلاف غرض هذه المنصات أو أغراضها أو المشاركين فيها، لكن كلها تهدف بطبيعة الحال أو الهدف المعلن هو حل الأزمة السورية. برغم كل هذه المنصات لكن الأزمة السورية لم تراوح مكانها، ما السبب؟ نعم، كما قلنا ان السبب الاساسي ان هنالك قوى دوليه تدعم اطراف على الارض منها مجموعات ارهابيه مسلحه، تلك سياق استدامة وسياق سوشي وسياق جنيف ومجموعه من المبادرات الاخرى، اضافه الى اليوم عوده الجامعه العربيه والكلام البحريني عن دور قاعد للجامعه العربيه في هذا الحال، اذا واضح تماما ان هنالك اختلاف واستقرار، اليوم اصبحت سوريا تحت حرب بهذا المعنى، اذا هذه النقطه الاساسيه، النقطه الثانيه هنالك اشتباك على المستوى الدولي، اذا اليوم على المستوى الاقليمي الامر معقد على المستوى الدولي، هنالك تغير وانزياح في النظام الدولي، هذا الامر يرخي بظلاله العميقه على الحل في سوريا، ولكن النقطه الاساسيه العالقه هي عدم تعريف الارهاب بشكل واضح، لو قامت الامم المتحده في القرار 2254 بتعريف الارهاب بشكل واضح لما وصلنا الى هنا، لان النقطه العالقه حتى في سياق اتيتانا من هي التنظيمات المعتدله ومن هي التنظيمات الارهابيه؟ وفي جنيف من هي الاطراف الارهابيه ومن هي الاطراف المعتدله؟ اذا عدم تعريف الارهاب بشكل واضح يسمح لتركيا والولايات المتحده الامريكيه بتمويل الارهاب على انها منظمات معتدله ومنها منظمه القوات البيضاء التي تمول سنويا ب 6 مليون دولار من الخارجيه الامريكيه، وكلنا يعلم وكل شخص في سوريا يدرك ان هذه المنظمه قد تبركت في كيميائي باعترافهم هم وباعتراف الشهود الذين ذهبوا الى روسيا وباعترافهم على وسائل الاعلام يزورون عبر المسرحيات الفنيه. نعم. اذا هي منظمه وربما عدم نعم وربما عدم وجود تعريف جامع ومانع للارهاب في العالم هي مشكلة عالمية وليست مشكلة سورية بالأساس. الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية كنت معنا من طرطوس السورية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذه المداخلة. ولا زال معنا أو ينضم إلينا الآن الأستاذ يعرب خربك الكاتب والإعلامي السورية من دمشق العاصمة السورية بطبيعة الحال. أستاذ يعرب نرحب بحضرتك على إكسترا نيوز وكل عام وأنت بخير. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون يقول في تصريحات أخيرة أن الأزمة السورية ربما تحل بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، هل تتفق معه في مع هذا الرأي؟ بداية تحية لكم ولمشاهدكم وكل عام وأنتم بخير أيضا. عمليا أنا أعتقد بأن هذا الكلام هو كلام من الناحية القانونية ومن الناحية المنطقية وكلام دقيق جدا وكلام أساسي، لأنه لا يمكن أن يبنى شيء قبل ان يكون هناك اساس قانوني او دستوري للبناء عليه، ولكن هل ما يقصده السيد بيدرسون باللجنه الدستوريه هو فعلا ما يتم البحث عنه اليوم لايجاد توافق حقيقي يمكن اعلانه اليوم
القضية هي في هذه اللجنة تحديدا كيف ستحدد، هل سيكون هناك محاولات لاختراق في هذه اللجنة لإيجاد منصات خارجية تابعة لأمريكا وغيرها داخل الحكومة السورية؟ هل المقصود إيجاد كما يسمح الدستور طائفي كما في لبنان أو كما في العراق؟ هل هي فعلا نقاشات سورية داخل هذا الدستور؟ هنا المشكلة وليست في النجاح في اللجنة الدستورية، اللجنة الدستورية تم التوافق عليها منذ الاجتماع الماضي وليس من هذا الاجتماع الثاني. الاجتماع الماضي تم التوافق على 6 أعضاء الأخيرين في اللجنة المدنية وتم التوافق عليهم، ولكن كان هناك رفض منهم من قبل السيد رئيس الأممي إضافة إلى رفض أمريكي. والبارحة عفوا في اجتماع السنة الأخير أيضا تم الحديث عن هذه اللجنة، ولكن ارتأت الأمم المتحدة أن تؤجل الاعتراف بها حتى الاجتماع القريب. في الاجتماع القريب فعلا سوف يكون هناك اعتراف بهذه اللجنة وإصدار لهذه الأسماء. هم لم يريدوا أن يعطوا لأستانا هذه القيمة أو هذا الانتصار، أرادوا أن ينسبوه إلى جنيف، ليس هناك أي إشكال، المهم أن يتم الوصول إلى هذه اللجنة، المهم أن تستطيع هذه اللجنة أن تناقش قضايا فعلا تحتاجها الدولة السورية التي تعاني اليوم، إشكال إرهاب، إشكال مشكلة سياسية، حصار دولي اقتصادي سياسي على كل المستويات، لذلك نعم بالتأكيد ما ينتظر اليوم أن يتم الانتهاء من بحث هذه السلة في الدستور حتى يمكن البناء على ما تبقى بعدها ويكون هناك أساس قانوني ومهم جدا يمكن على الأقل التوافق عليه. هناك بعض الآراء التي ربما تذهب إلى أن قبل انعقاد اللجنة الدستورية أو قبل تشكيل اللجنة الدستورية السورية لابد لكافة الأطراف المسلحة في الداخل السوري على الأرض السورية أن تنسحب أولا ومن ثم يبدأ انعقاد هذه اللجنة، ما رأيك؟ نعم عمليا هذا فعلا هذا أسس القضية، وكما تحدث زميلنا من سوريا فالسومة هناك إشكالية في التعامل مع بعض القضايا وهي إشكالية قانونية إشكالية فلنسميها تعريفية، أي تحديد تعريف محددة ليس فقط الإرهاب، ولكن الأمريكي والتركي يتحدث التركي اليوم عن أنه سوف يسحب مجموعات مسلحة ونصرة وغيره، بينما نجد أنه يثبت قواعده بمناطق كريلا من النصرة. سوريا اليوم الجيش القوة السورية اليوم بإضافة إلى روسيا تضرب بعض مواقع النصرة في تركيا، بعض المواقع الأخرى لا تستطيع ضربها لأنها ملاصقة للقوة التركية. الجيش السوري تقدم في مناطق شرق الرقة، هناك اشكال يواجهه من وجود بعض القوى التي تحتمي بالعنصر الامريكي. اذا طبيعه التعامل الدولي مع هذه المجموعات ان لم يتم اخراج المجموعات الارهابيه المتطرفه حتى يتم التفاوض مع باقي المجموعات المسلحه لن يكون هناك حل كامل، اضافه الى انه في ادلب اليوم النصر تسيطر على اكثر من 70% من ادلب، هناك مجموعات ما يسمى بال إيغور أو تركمانستان الذين تقودهم أيضا تركيا وهم يعلنون ولاءهم بشكل كامل لتركيا، يرفعون العلم التركي في بعض اجتماعاتهم إلى جانب علم تركمانستان، إضافة إلى أن هذه المجموعات لن تتم مغادرتها. أنا أعطيك معلومة وهي أكيدة، منذ أيام قليلة كان هناك أكثر من رسالة للتفاوض إن كان مع الروسي أو كان مع السوري من قبل المجموعات المسلحة داخل إدلب، ولكن من هدم هذا الاتفاق هو الهجمات التي قامت بها النصر وتركمانستان على مطار حنين، بالتالي حتى لو كان هناك مفاوضات مع عديد من المجموعات المسلحه المعتدله الا ان الاشكاليه تبقى في هذه المجموعات الارهابيه التي سوف يبقى لمصلحتها ضرب اي اتفاق او توافق، وانا اؤكد لك ان هذه المجموعه تتصرف بنفسها لانها مدعومه ومغطاه ان كان تقنيا وان كان عسكريا ولوجستيا وحتى اتصالاتيا مدعومه من تركيا بشكل مباشر، ودعني افترض دعمها من امريكا بشكل غير مباشر. داعش او تنظيم داعش الارهابي نظريا هو خرج من سوريا او اعلن عن تطهير التراب السوري من داعش الارهابي، لكن ربما هناك بعض الجيوب التي تتواجد فيها بعض الجماعات الارهابيه. الجيش السوري يقوم الان بعمليه عسكريه على الحدود السوريه العراقيه، هل بات تنظيم داعش الارهابي، هل باتت التنظيمات الارهابيه في سوريا على مقربه من الخروج من سوريا بشكل كامل؟ نعم، بداية إذا نظرنا إلى الأمر بشكل تنظيمي أو بشكل يعني كبنيوي عمليا فعلا سقط داعش في سوريا وانتهت بشكل نهائي، ولكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع أو فكريا وتنظيميا وأيديولوجيا هناك أكثر من 37 حالة قتل وحالة اغتيال في منطقة شرق الفرات، بعضها لقيادات منتصب بعضها لبعض المتنفذين إن كان ماليا والتجار وبعضهم من موالين الدولة السورية، تم قتلهم على ايادي
بعض المنسلكين مما يسمى تنظيم داعش. الاشكاليه ليست في ضرب البنى التنظيميه او البنى العضويه لهذه التنظيمات كانت داعش او النصره، الاشكاليه في انهاء تواجد الفوضى، الفوضى بتواجد شرق الفرات وعدم وجود بشكل واضح للسيطره على هذه المنطقه يولد قوه لهذه العناصر مهما كانت متفرقه وقليله الاعداد، هذا اولا. ثانيا عدم وجود دعم واضح لما يسمى محاربه الارهاب بشكل حقيقي، اي منع هذه التنظيمات ومنع تغطيتها لا اعلاميا ولا حتى قطع الحدود عليها واغلاق المنافذ عنها. اليوم الجيش السوري باغلاق الحدود السوريه العراقيه او الاشراف على الحدود السوريه العراقيه بشكل واضح وتامينها اضافه الى عمليات تامين المناطق وانهاء الفوضى في هذه المنطقه، هذا هو الامر الوحيد الذي سوف ينهي هذه التنظيمات، لان تواجدها حتى لو كانت مسيطره يستفيد من الفوضى المتواجده هناك ويستطيع ان يبني عليها عمليات اغتيال كثيره تتحول الى اكبر من هذا اذا لم يتم السيطره عليها بشكل كامل. اخيرا سيد يارب، مركز المصالحه الروسي ربما كان قد انشا نظام لحمايه التجمعات السكنيه والمدنيه في عدد من المدن والتجمعات السكنيه في سوريا، هل تراهن او هل يراهن الداخل السوري على مثل هذه الانظمه التي طرحتها او التي طرحها مركز المصالحه الروسي لحمايه المدنيين في سوريا؟ انضم انضم قرابه 2500 تجمع سكني لهذا النظام. تماما، نعم، هذا النظام بدايه اول ما بدا مع عمليات كفاعل المصالحه حقيقي وكفاعل ضمان بعض الجماعات وبعض المناطق بان تكون هذه المناطق امنه، بالتاكيد في البدايه لم تكن هذا الامر بهذه الضمانه ولم يكن بهذه الموثوقيه، ولكن تجارب والايام ربما اثبتت امكانيه هذا الامر، بالتاكيد ليس 100%، ولكن افضل بكثير من الا يكون هناك اي حل اخر. عمليا هذه الانظمه اثبتت وجودها في اكثر من مكان، ويؤكد هذا الامر التزايد المتسارع في المناطق المنضمه الى هذه الانظمه، خصوصا انها منذ اقل من شهر كانت تقريبا في بنصف العدد، بالتالي التسارع في الانضمام مثل هذه المدن وهذه المناطق يؤكد بان هناك موثوقيه وهناك نتائج تمت على ارض الواقع، ولكن هذا كله يعود يجب ان يعود الى ما يسمى بايجاد توافق حقيقي، بايجاد اليه تعامل حقيقيه واكثر وضوح بالنسبه للازمه على الاقل في ادلب وفي شرق الفرات وشرق الفرات لانهاء التواجد المسلح وتاثير هذا التواجد المسلح الذي هو الاكثر قدره على ضمان امن في هذه المناطق. نعم السيد يارب خربك الكاتب والاعلامي السوري، شكرا جزيلا لهذه المداخله وهذه التفاصيل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه السوريه دمشق. مشاهدينا الاعزاء نذهب الى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا من هذه الجوله.